شو ما كتبت أو قلت. فكرت مش يمنا إيه بس إنه بتصير. فكرت لا مش مش يمنا التفكير اللي بعده أوعى. فكرت أسرق من اليونان الفلسفي تفلسف العنوان. وللأسف ما نجحت السرقة. ضحكوا علي القلم والورقة وسمعتهم مع صوت عالي عم يضحكوا قبالي ويتنكوزوا ويتغامزوا ويتعازموا ويقولوا هالصبي ما بيستحي مش عارف انه اللي بده يكرمه حتى يقدمه بده مية مستحي. يا عماد يا عماد بحكي مسؤول ومجمرك مع انه ما علي جمرك هيدا علي انا مسؤول عنه. يا عماد بحكي مسؤول ومجمرك كنت وبعدني ورح ضل بامرك. يا عماد بحكي مسؤول ومجمرك كنت وبعدني ورح ضل بامرك. يا ليتني حاكم ع مصرف الاعمار تنقص رصيدي وزيد ع عمرك. يا عماد المفضل علي يا عماد المفضل علي مش بس عمري بقدمه هديه طلوب رمش العين ع الميلين بعطيك ع الميلين عيني. كلمة دولة الرئيس العماد ميشيل عون. يا ريت بس الوقت بعدين. مش هاتوا بباتريك مش لحق قد اسمه ما مش لحق ابدا. اخوتي واحبائي عم نلتقي بهالسهره السنويه واكيد ننتسب لوطن عم يمروا صعوبات عديده. اولى الصعوبات الكبيره انه القدوات يلي قدامنا ولازم نحنا نتمثل فيها مفقودة. بكل مجتمع يبقى في قدوات عديدة بكل ميادين وكل قطاعات الحياة. في المدارس في قدوات، في الكنائس في قدوات، في الحكومات في قدوات، وين ما كان في قدوات. وقت اللي بيفسدوا القدوات خطرات، طبعا مش عم نذكر الكل يعني أو البعض الكثير منهم بيفسد المجتمع، بيفسد المجتمع ونوصل لصعوبات أكثر وأكثر. ما بنعود نواجه المشاكل اللي بتعترضنا من برا لأنه ضعفنا صار من جوا. ليش صار في عنا هالخلل هيدا بمجتمعنا؟ وهون بتذكر حديث بين مرور وجنرال دوغول عم يتحادثوا. بيسأل جنرال دوغول مرور بيقول له ليش فرنسا عم تضعف؟ بيقول له لأنه فرنسا خسرت إيمانها وتنازلت عن القيم وهش عم تهجر أرضها. نحن وقت اللي بنشتاق لإيماننا نشتاق أو بنخسر قيمنا أو مش بس بنهجر أرضنا بنبيعها ساعتها بنكون نحن عم نضعف ما بنكون عم نبني وطن
عم نبني مجتمع برسم التصدير. وين مسؤوليتكم انتو المعلمين؟ كمان مثل فرنسي، فرنسا هزمت بال 1870، انتصرت بال 1914-18. مين عمل الحرب وقتها؟ مين حضر فرنسا للحرب؟ كانوا المعلمين. يلي ما بيعرفوا التاريخ يرجعوا يفتشوا بلاقوا المعلمين هن حضروا المجتمع الفرنسي للانتصار. لذلك المجتمع اللبناني بيعقد عليكم امال كبيره، لانه انتم بدكم ترجعوا تدفعون نحو الايمان، انتم بدكم تربون حتى يحترموا القيم، وانتم بدكم تعطون دائما التعلق بالارض ومحبتها. لانه نحن بنقول ليش نحن لبنانيه؟ لان ارضنا اسمها لبنان. نحن رفعنا شعار ارضي هويتي، مش مزحه، مش شعار تجاري، هذا شعار حقيقي، ارضي هويتي، لان نحن لبنانيين، لان ارضنا اسمها لبنان. وارض بلا شعب ارض مشاعر، وشعب بلا ارض شعب لاجئ. فاذا لا بنريد تكون ارضنا مشاعر ولا بنكون نحن لاجئين. بدنا نحتفظ بارضنا، بدنا نحتفظ بهويتنا، وبدنا نحتفظ بايماننا وبقيمنا وبكل شيء يدفعنا باتجاه نحقق ذاتنا ضمن هالقيم هي. نحن اليوم عم نمر بصعوبات كثيره، واختياراتنا ما ممكن تكون سطحيه مش معمقه بنفوسنا. وقت بنحكي عن الفساد مش عم نلاقي ردة الفعل الحقيقية اللازم نهب فيها ضد الفساد، لأن يبدو الفساد في لبنان صار نمط من نمط حياتنا وتألفنا نحن وياه. بيطالبوني بالزفت على الطريق أو بالماء أو بالكهرباء. إذا كانوا مصرياتكم عم بيروحوا سرقة وهدر، منين ما نجيب حتى نبني، حتى نزفت الطرقات أو نمد شبكات المياه أو ننتج كهرباء؟ بلدكم مسروق صرت لينا 100,000 مرة. وين التجاوب بدنا نلاقيه بالمجتمع؟ وين الاعتراضات والاحتجاجات؟ 170 يوم عم نخانق بمجلس النواب حتى قدرنا اقرينا قانون معجل مكرر، عملوه مشوه مجلس النواب خلافا لكل قواعد الدستوريه، مع بالرغم من انه قبلت فيه تحفظت عليه لانه ما بدي اكسر تضامن الحكومه. الصناعيين يلي عم يعترضوك اياهم ما في عندهم طاقه كفايه، ما سمعت صوتهم. مزارعين يلي بيحتجوا كل يوم ما سمعت صوتهم. فاذا لا بحملونا المسؤوليه وقت اللي لازم نسمع صوتهم ما بنسمع صوتهم. بدنا نخلي صوتكم يطلع عالي. انتو مين منكم ما بده كهرباء ببيته 24 ساعه على 24 ساعه؟ اي تنظيم مدني؟ وين هو المجتمع المدني؟ وين المجتمع المدني؟ لمين عم يشتغل نحن؟ مش لالكم؟ ولذلك لازم تتنظم ولازم نسمع صوتكم. المجتمع الصامت، الأكثرية الصامتة هي اللي بتشجع على الجريمة. الأكثرية الصامتة هي اللي بتدفع الثمن لأنها صامتة. وهي اللي بيصمتوها أكثر شيء. بالإضافة إلى مسؤوليتكم التربوية وتوعية النشر وتنبيهه إلى المخاطر ورفض النماذج السيئة اللي عم تشوفوها قدامكم على الشاشات كل ليلة، قلة التهذيب بالحكي،
وحرب النوايا والاوح شيء على الشاشه هن اللي بيسرقوا الترشيح وهن اللي بيعبروا عن الفضيله الترشيح وبيعطوا دروس فيها. وما بدي اذكر قدامكم الكلام اللي قاله الشيخ سعيد تق الدين: ما ابلغت الاطناط اذا تكلمت عن العفه. طقم سياسي باغلبيته غير كفو وغير نظيف، لذلك الترشيح بيصرخ وبيخرج عن مواضيع. ما بقى فينا بمجلس النواب نناقش موضوع علمي، لان الرد بده يكون شتائم مسبات. بنقدم الارقام جيبوا بالنوايا، ما بقى حدا يجاوب على السؤال، وكله لتعمية الرأي العام. والمصيبة كمان مات الحس النقدي عند المستمع، ما بقى يفكر يميز انه هيدا عم يحكي بالارقام وبالقرائن، والثاني عم يحكي هوا فارغ، بيرجع ساعتها لغريزته، لغريزة مجتمعه، البيئة تبعه. كل هيدي مواضيع تربوية نتكل عليكم حتى تطوروا بالمجتمع الحس النقدي. الحس النقدي بخلينا نميز بين الحق والباطل، وقت نحن مثقل باعلامنا الحقيقه. لانه اذا بتقرا نفس الخبر 20 جريده عندك 20 خبر، مش خبر واحد حول قضيه وحده. ودائما الراي المليح يجتزا ويقتطع حتى ما يوصل كامل بيطلع مشوه. بطلت اجرب اعطي حديث لصحيفه او حديث مسجل للتلفزيون. لذلك بعد ما احكي للصحف خطبكم كل نهار ثلاثه ولو لنصف ساعه ولبضع دقائق. افضل ما اعطي جريده او اي وسيلة إعلام شيء مسجل. بقى كل هالأمور هيدي خليكم على السمع، لأنه مثل ما قلت لكم أيام صعبة حتى نقطع المرحلة هيدي بسلام. طبعا كلكم عم تسمعوا شو عم بيصير بسوريا. نتيجة فينا نحن نساعد لأن تكون سعيدة، ولذلك بناخذ مواقف، لأنه اي نتيجه سلبيه لهالاحداث هيدي بدها ترجع توقع علينا. اوعى تفتكروا انه نحن بعيد كثير عن هالاحداث هيدي. لذلك بين دوله دينيه سلفيه او متعصبه وبين دوله مدنيه سنساعد الدوله المدنيه. نحن بنساعدها، ما عندنا سلاح نعطيها ولا عندنا مقاتلين، ولكن بنساعدها بالكلمة الواعية وبالنصيحة اللي بنقدر ننصح فيه اخوتنا في الوطن الشقيق، انه الحوار هو افضل وسيلة للوصول الى حل سليم يبني عهد جديد في ديمقراطية وفي حرية عامة. وخلاف ذلك في كارثة على جميع الدول العربية. نبه وبكرر، نحن مانا اخر العالم، نحن شايفين. وكل ما انهارت الدول الغربيه كل ما بدها تشجع الفوضى هون حتى تضل هي مسيطره، لانه هذا الوضع شايفين. امريكا مفلسه، اوروبا مفلسه، كلهم مفلسين ينداروا لهون حتى يغطوا ازماتهم الصعبه. وحقل التفليس ماشي، والاسترداد وين بده يصير؟ عندنا نحن هون. فاذا نحن من الشرق وباقيين بهالشرق وسنكون فاعلين فيه. عشتم وعاش الجزائر. إذا مشاهدينا كنا مع الكلمة التي ألقاها